أنا نورة artist وgraphic designer. أنا بدور الحربي deep learning developer. حسيت الأرتاثون هذا فرصة أنه أنا أعزز قدراتي في بناء التطبيقات. عجبني كيف الرسمات حقتها كيف ممكن نستفيد منها في رسم صور للفن المعماري. البروجكت تبعنا يحكي قصة تنوع تراثنا وثقافتنا في المملكة. إحنا عندنا مناطق مختلفة وكل منطقة لها هيريتج أو ثقافة مميزة بصرية خصوصاً. فكرتنا بتحكي هذه القصة قصة تنوعنا كمجتمع عن طريق أو مستوحى من الفن المعماري التراثي في المملكة. الفكرة إنه نأخذ الرسمات اللي ترسمها نورة لمناطق مختلفة لفن معماري لمناطق مختلفة حندخلها على ندربها في نموذج الجان بحيث تطلع لنا صورة تدمج كل هذه الحضارات في صورة واحدة. هي هذه الصورة اللي نبغى بنشوف الرؤية 2030 فيها بنشوف المستقبل فيها.